في الحوار في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبدلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة وسعينا للعمال تبدلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة وبين العالمين احنا بين العالمين دولة تفعلولة هاسمع ولد النايس ده رزق جابوا لنا الله الحمد لله الحمد لله زول لا رينا لا شوفنا يجيب لنا قروش من زمان المرحوم وكمان شنو بأرباحة اي والله الدنيا لسه بخيره اي والله ها اخوان القروش دي عشان ما تتفرتك ساي نمسكها ندخلها في مشروع وتربحنا وعلينا قال نمرق من الوكس اللي احنا فيه ده يا اخي هال بلولة قول لنا مشروعك شنو أنا عندي لكم مشروع يكسبكم دهب أقول أسمع نجيب لنا معزايتين وتيسين إيجار التسبقة بالشيل فلاني والماعز واللاد وبعدين أوريكم حاجة ناكل منه ونشرب منه لبن طازج وروب البلولة أنت ما عارف هالبلولة ما عارف لا لا لا. أنا عندي حساسية مع المعوزة وهو يقبع الزري والحق يتكل عليها بسهول ده عليكم الله يا اخواني شفتوا عادتوا اصلا بخليها عادتوا اصلا ما بخليها يا اخي يا مليوه يا اخي بتحكي لنا طوالي ليه يا اخي يا اخوي مالك انت لكن شوف لك ايه مشروع ثاني احنا نتفق معك ولا شنو يا فضيله سالت مالك اي والله يا البلوله مليوه اخوي ده كلامه صحيح اها قول جبنا الغنم ديل نخت هين وين المطبخ الباني فوق العنكبوت ده عزه طلب اجي يا زلمه المطبخ شنو يا حسن كلامه ده ويبقى اسمع حين البلولة هوي انا ما عندي غنم بخشة فوق مطبخ امي الله يرحمها اها المعنى يعني اتفقتوا اها شوفوا ان نريكم الجن الاكبر من جنكم مشروعي ده قايم وانتوا ما عندكم اي حاجة عندي كيفين يعني وما حدا يدخلوا راسكم خدتوا عاد ده كلام ده ده كلام هاي وهم تفضلوا امشوا هاكم الله لا فضل انا يعني ما كبير البيت ده انا كبير يا زول ما قلنا كلام ما مفروض يحترموني يا زول ما في زول ده شيء يا اخي عندك كلمه ومن حقك تقول رايك وتعبر عنه ما في زول ده شيء ورايك يحترم لكن البلوله يا اخي نجيتك واسطه خير الموضوع ده ما عندي فيه ناقه ولا يمن كملت حديثك لسه ما كملته يا اخي من حقك تشتري اللي انت عايزه ومن حقك تتعلم وانت الله ما قسم لك قسمه في التعليم ومن حقك تعتقد والحمد لله تراك مسلم ومن حقك تبيع اللي انت دايره دي كلها حقوق يا اخي طيب الناس دي مالها الناس دي هذول عندهم حقوق معك يا اخي يعني هسيت البيت ده حقك من حقك تبيعه لكن كمان في ناس عندهم معك مصلحه وعندهم معك حق تقوم انت تخليهم تركب راس فضيل هاي شكرا جزيلا يا فضيله الفساله ما حبابه واللوم بين الاهل الله لا جابه اسمع امليوه البلول اخوك هو اللي تفوسل وهو اللي تكوعب يقول ان احنا ما عندنا حق كيفين انا سايسه لما الراس يجي اهو الراس وما جا ما خلاص باقي لنا نشتكي ولا نخلي حقنا لله اسمع عمليه وهوي انا حقي ما بخلي للبلوله البلوله يقول لي انت بالذات ما عندك حق والمره ما بتارس ما بارس كيفين عاد بتارس الا العرف عندنا المره ما بتطالب بها حقها بتدور فيها النصيب وبتسكت عليها انا حقي ما بخليه وما بسكت وما بتنازل خلوا اللي يقول قاهر فضيلة يا فضيلة أنا علي الشيطان الله عامليوة مسكنتك دي المضيعك نجي للواجبات زي ما في حقوق في واجبات أولا عندك الجار يعني الجار ده قال لك لا تهينه لا تجرح ولا تقلل مقامه بين الناس الله يا فضيلة أنا شدد ما بريده من قلبي جوا كنت دار أعلمه حلاقة الغنم والله تغني لي جنة الجنة ده لو كان عنده جنة علم رمي الله ما بترفع كتر خيرك وماك مشهود عليهم بعدين تعال هنا فرحان يعني دار تعلم الهندسة مياها حلاقة الغنم يا هالموهبة الله داك ليها الله الزول ده واجبه عليك انك تديه حقه اكان في عقار وكان قروش خلك من ده كله بلدك دي عندها عليك حقوق وواجبات واجبك انك تصونه
وتحافظ عليها وتدافع عنها. وهون ما من واجب نطيع اخونا الكبير؟ واجب الا لكن المصلحه، كل زول مصلحته. انا في راسي بسوي. ما عليك كيفك، تعمل لك عداوة مع اخوانك والحلة تنقسم ويعادوا بعض بسببكم. ليه ده في النهاية عشان تصل لشنو؟ عشان تصل للدائرة تحقق حاجة ما حتحقق. الدائرة ده ما بيتحقق، والعكس صحيح. شضيل هاي الجبن انا شربتها؟ شربتها يا اخي. ابو قمارك، ابو قمارك كيف انا زيتك فرحان بجبنتك يعني؟ هدي جبن عليك الله ذاتها زي الحنظل. كوب تاني. قلنا اول حاجة نكرمك ونقهيك ونزلك، شكلك جاي من بعيد. الله يكرمك يا ولدي، شهر طويل خلاص مشيته، لكن كله عشان اصيقكم. ما عارف اقول لكم شنو، لكن انا بعتذر لكم يا اولاد النائب. لا لا ما في حاجه. في شنو؟ لا لا كيف ما في؟ فيه القروش جبت عليكم دي. الناير المقصود ما الناير ابوكم، ناير تاني. عشان كده اكن رجحتوها. كتر خيركم وبارك الله فيكم، وانا بشيله برجع عليه سياده. والله اكن ما رجحتوها برضو كتر خيركم وبارك الله فيكم. انا الغلطان وبرجعها من جيبي. لا 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 اسمعنا يا حاج، حق الناس الله بيني وبينه. قروشك قاعده وتجيك كلها في ربطه. الله يكرمك، انا اتفاولت بك. الله يكرمك، شكلك كدي وتحلال والناس. الله يكرمك، بارك الله فيك. ايوه والله القروش دي فتنه، فتنه والله طافاها. الحمد لله ما حقتنا، كنا ملمين بالدور بتفرق بيناتنا. ايوه القروش ده ما شيطان. صحيح والله، مع الشيطان ضلضحة. ضلضحة دي القروش يا حاج. وينه؟ ممكن تحسبها يا هدي. يا سلام يا هدي. هاي سبحان الله، بيه ربطتها ذاتها. ربطتها ذاتها. الله يجزيكم خير. الله يكرمك والله يا اولاد الناير. طلعت القروش ما بتهمكم. لا ما بتهمنا، تهمكم الخوة. الله يكرمك والله. يا سلام يا اخ. الله يبارك. انتكي خذ راحتك يا حاج. لو اخذوا راحتكم انتوا بعدها. فضيل؟ هاي فضيل خشيتوا في امتحان وفشلتوا فيه. لا ما فشلنا في شنو؟ القروش دي فعلا ضلضحة. هسه انا متأثر وما ما متأثر الخوت. في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة، في حب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة، وسعينا للعمال تبدل نفس مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها، وسعينا للعمال تبدل نفس مسؤولة، نعمل بالأمانة بين العالمين. احنا بين العالمين دولتنا تبقى الأولى.